وبالنسبة لهذه الزيادات اللي مرتقبة ولا اللي أصلا الحكومة يعني طبقات هذه الزيادات في أواخر دجنبير 2023، وحنا بالنسبة لنا حنا الزيادات ما عرفناش لاش يزيدوها، لان قالوا بانه يزيدوا في هذا الشيء ديال لي بياس دو روشونج مثلا اللي كيدخلوا هذا يعني القطاع ديال الغيار اللي كنا نستعملوا حنا الحريفيه الهواتف، على ما كيقولوا بان كاين زياده ديال 17% في عوض في جوجونس يعني، وكيقول لك بانه ما يشجعوا المنتوج المحلي. حنا في المغرب راه كنعرفوا بان ما عندناش شركات اللي كتنتج هذا النوع من قطاع الغيار ديال الهواتف بالخصوص، واللي هو راه كيمثل واحد الشريحه كبيره عندنا هنا خصوصا في الاسواق بحال مثلا انزكان ولا في الدار البيضاء في الاسواق ديالهم، يعني كاين بزاف ديال لي بياس دو روشونج اللي كيستعملوا الحريفيه، وكنتمنوا ان شاء الله انهم يشوفوا في هذه المسائل اللي قرروا انهم يزيدوا فيها يعودوا فيها النظر، لان ماشي معقول ان احنا مثلا كتجيب مثلا واحد البياسه بواحد الثمن اللي هو مثلا كتجيب بياسه مثلا بواحد 50 درهم بين ليله وضحاها، يجي الزبون عندك غيتلاقاها مثلا تزاد بواحد 80 درهم ولا بواحد 30 درهم ديال زياده ولا 40 درهم، راه يقدر ما يقبلهاش الزبون، وراه الضحيه دائما راه كيكون الناس الدراوش هما الضحايا، لان يعني المستعملين الهواتف اللي على قد الحال هما اللي كيكونوا ضحيه ديال هذه الزيادات هذه. خويا الصراحه اش غادي نقول لك، هذا الشيء اصلا في بلاصتو زايد في الثمن، الساكله كانت من هنا شي زياده ولا شي حاجه، حنا سمعنا باللي التليفونات غادي يزيدوا فيهم واحد 17%، فهمتي؟ قال لك من 2.5 ل 17%. قال لك الا كنتي غتدخل التليفونات دابا من برا غادي تزاد ديك 17.5%، يعني انت الا بغيتي دابا تشري تليفون غتمشي عند مول المحل، هو اصلا مول اللي شد داك الشيء زايد عليه هو في الثمن، انت فهمتي هاد الزياده ديالو، يعني راه ما لقينا ما نشريو اصلا، هاد الشيء غالي دابا في بلاصتو عاد غتزيد عاوتاني انت هادي تزاد هادي وفين غاديين بينا، فهمتي؟ يعني راه خصهم يديروا شي حل، فهمتي؟ الثمن دابا ديال السلعه اش غادي نقول لك، كل واحد كيفاش، كل مدينه وكيفاش، دابا فهمتي على حساب الترونسبور انا تتزاد السلعه، فهمتي؟ انا اصلا غاليه واحد شويه، فهمتي؟ ما الا كتمشي فهمتي شويه للغرب كازا هذيك راه كتلقى السلعه شويه طايحه في الثمن، المهم كل واحد وكيفاش، فهمتي؟ المهم حنا ما متفقينش مع هاد الزياده، اصلا بنادم ما خدامش راه مريح ما كاين ما يدار، مساكين الدراري اللي جوراك عارف اللي كاين كيعشقوا مساكين هذا الشيء ديال البيسيات وهذا الشيء، كاين اللي كيبغي جيمي، كاين اللي كيبغي يلعب، كاين اللي كيبغي ستريمي بتليفون، كاين اللي كيبغي فهمتي شحال من حاجه، المهم راه هذا خصهم يديروا شي حل اللي يخليوه هكاك فهمتي ما يزيدش هذا الشيء اللي كاين، ولا ما كرهناش حنا يزيدوا ينقصوا كاع، فهمتي؟ اصلا هذا الشيء غالي هنا ماشي بحال برا على حساب الديوان، فهمتي البلان؟ ايوا المهم نتمنوا ان شاء الله يكون هذا الشيء حل، وهذا 2024 ان شاء الله يسهل الله على الجميع هذا الشيء كاين. لكن سمعنا بلي انه غتكون واحد الزياده في الالات المنزليه والحواسيب والتليفونات، ولكن لحد الساعه راه مازال ما كاين حتى يعني مازال ما كاين حتى شي زياده في الضريبه ديالهم، بالعكس كاينين شي مثلا البيسيات الحواسيب المحموله بالعكس راه كاين واحد التخفيضات، لانه كاينين شي بيسيات كنا كنبيعو 100 ب 2200 درهم 2000 درهم راه دابا نقصت فيهم شي 200 درهم تقريبا. وبالنسبه خويا هذا القانون هذا غيأثر صراحة على المواطن العادي، المواطن المغربي يعني الكليان فينال، وغيأثر علينا حتى حنايا لحقاش إلا تزادت السلعة راه الكليان فينال حتى هو كيتأثر، يعني ما كيشريش كما ولفنايا اللي في السابق. بالنسبة حنا كان معروفين الناس ديال إنزكان هنايا الأغلبية راه كيتقداو من الدار البيضاء، راه هادشي راه معروف، وبالنسبه هذا ليفريزون يعني عادي جدا، ما الاثمنه تقريبا الاثمنه كيما باقي مستقره في الثمن ديالها، وكنشوف انا هذا القانون راه مازال ما يعني مازال ما تطبقش. ضروري كاع التجار اللي سولتي راه كيكون خايف باش يتطبق هذا القانون هذا، لحقاش كما قلنا راه غيتزاد الثمن ديال السلعه، والكليان فينال راه ما لحقاش الكليان فينال راه كتكون هذا الشيء ديالو القدره الشرائيه ديالو ضعيفه، وكياكل الدق وكناكلو معاه حتى حنا الدق، لحقاش ما كنا ها انت الهامش الهامش الربح كينخفض. كاين في السوق في البلد.
ديال الدخول كيفرج الطلعه ديال العماله.